السلام عليكم الاخوان، مع فيديو جديد ان شاء الله من الدروس ديال طرون كومان جدع مشترك بالنسبه للموديل د لاطون. لا بارتي نيميرو 1 درنا فيها لو موديل د لاطون، شرحنا فيها الدرس. قلت لكم هذا الدرس هذا خاصك تشد الكور ديالو مزيان. علاش؟ انه غالبا هذا الدرس هذا كاع التمارين اللي غنديروا في هذه السلسله كلها مرتبطين باش بالكور فوتوكوبي، نفس داكشي اللي قريتي بالكور ديريكتومون غادي تلقاه مطبق في ليكزيرسيس اللي غادي نديرو ان شاء الله اليوم. لا بارتي نيميرو 1 هضرنا على ستركتور د لاطون، بانها كتكون من نوايو دي زيليكترون. هضرنا على شنو هي لو سيمبول دي نوايون، كيفاش كنرمزو ليه بصفه عامه واحد لاطون، كيفاش كنرمزو السيمبول ديالها. قلنا هي لو نومبر دو نيكليون زيد لو نومبر دي بروتون، وهذه سميناها الفقره اللي كيسولني في الفرد تيقول لي دوني لا كومبوزيسيون ديال لاطون فلان. بالنسبه بارتي نيت نيميرو 1 درنا فيها لي ايزوتوب لا ديفينيسيون ديالهم، وهضرنا على كيفاش ممكن تكالكولي لا ماس ديال واحد لاطون بصفه عامه، كيفاش كدير ليها لا غولاسيون ديالها. الفقره ديال بارتي نيميرو 2 قلت لكم غتكون خاصه بالتطبيقات ديال لا بارتي نيميرو 1، يعني انا لما كنتش ضابط البارتي نيميرو 1 خصني نرجع نتفرج فيها هي الاولى، نكتب الكور ديالي عاد ندوز لا بارتي نيميرو 2 ان شاء الله اللي غتكون على شكل تمارين. هاد السيريه هادي غنحاولوا نخدموها كلها، غادي تلقاوها كامله في لا ديسكريبسيون. اكزرسيس 1 2 3 4 هنا 5 و 6 حتى هما، وغادي نخدموا ان شاء الله 7 و 8. هاد ليكزارس كامل ان شاء الله غادي نحاولوا ندوزوا عليهم تمرين بتمرين. دونك نبداو على بركه الله مع ليكزارس نيميرو 1. قال لي اون كونسيدير لاتوم دو كروم دو ريبريزونطاسيون سيمبوليك سي ار 4225. غادي دير هاو يطلع لكم دابا نيت التمرين نيميرو 1، يطلع لكم في لا فيديو. حاول تكتب معطي التمرين ديالو باش تمشي معايا. حاول تخلي عندك التمرين مكتوب في الدفتر، راه انت خفيف بالزربه نقلو في الدفتر ديالك. خليكم مع الصوره. نبدا على بركه الله. اون كونسيدير لاطوم دو كروم دو ريبريزونطاسيون سيمبوليك سي ار كتساوي 4225. عندنا في لاماس ديالو النيمو اتوميك ديالو 42، عندنا لو نومبر دو بروتون كيساوي 25. قالك اول سؤال قلت لكم ديما غادي تلقاو في الفرد دوني لا كومبوزيسيون اون بروتون اون نوترون اي اون الكترون دو سات اتوم جيستيفيي، يعني مع التعليل ديالك تو سامبلومون. هذه راه درناها في لابارتي نيميرو 1. غادي نبداو نرجعو لابارتي نيميرو 1. كنا درنا في لابارتي نيميرو 1 باش كتجبد لو نومبر او بيان لا كومبوزيسيون ديال اتوم، كتقول لي لو نومبر دي بروتون هو زيد اللي قلنا فين تيكون. قلنا زيد تيكون هو العدد اللي تيكون هو عاطي لك هنا لتحت، هذا هو لو نومبر دي بروتون ديال لاطون ديالك. وكتجبد لي شنو اخر؟ كتقول لي لو نومبر دو نوترون، ولو نومبر دو نوترون هو ان كيساوي شنو؟ كيساوي ا. كتشد ا كتنقصو منها شنو نزيد، بحال مثلا هاد لاطون اللي كنا خدينا 13 6 كنا درنا 13 موان 6 عطاتنا 7. وكتقول لي لو نومبر دو الكترون. نبداو على بركة الله بعدا مع هاد الجوج الاولين حيدهم علينا. قلنا اون كونسيدير لاطون ليكزارسيس نيميرو 1، قلنا لاطون سي ار كروم سي ار 25 42. قلنا كنقول لي في لا ريبونس نيميرو 1 تنقول لي لا كومبوزيسيون ديالها، كنبدا على بركه الله تنقول لي لو نومبر دو بروتون عدد البروتونات. قلنا لو نومبر دو بروتون هو زيد، وديما زيد تيكون هو هاد التحتاني اللي عندنا هنايا، هو هذا لو نومبر دو بروتون. تنقول لي زيد ايكال شحال؟ تتساوي لنا 25. قال لي واه ما تعطينيش غير بروتون، عطيني حتى نوترون. نقول لي عاوتاني لو نومبر دو بروتون عدد دو نوترون، باردون لو نومبر دو نوترون. قلنا لو نومبر دو نوترون باش كنرمزو ليه؟ كنرمزو ليه بان ايكال كوا؟ ايكال ا موان زيد. واش حا كتساوي لينا؟ ا كتساوي 42، لان ديما هاد الفوقاني اللي تكون عندي هنا هذا هو ا، وكيكون عندي هاد التحتاني هذا اللي هنا هذا هو زيد. دونك غادي ندير ا اللي هي شحال؟ 42 موان 25 ايغالا لا فالور 17. دونك انا جبت لي لو نومبر دو بروتون لو نومبر دو نوترون هو ساليت لا. قال لي اي اون الكترون لو نومبر دو الكترون، تنقول لي لو نومبر دو الكترون عدد الالكترونات عندنا هنايا، هنا غيخصني نرجع للكور ديالي ونتفكر كيفاش كنا كنجبدوا لو نومبر دو الكترون. قلت لكم انايا في الكور بانه هاد زيد هذا كيتسمى لو نومبر دو بروتون، هو هو نيت لو نومبر الكترون، هو نيت، يعني انا لو قلت لي عاوتاني لو نومبر دو الكترون غادي نقول ليه راه حتى هو نيت كيساوي لينا زيد كتساوي 25. دونك راه العدد ديالو حتى هو نيت راه 25. مزيانه، السؤال الاولاني كان ساهل ما صعيبش. قال لي كالكولي لا شارج الكتريك دي نوايون، عطيني لا شارج ديال نوايون ديالنا.
هنا باش نقدروا نديروا لا شارج غادي نرجعوا للكور ديالنا وغادي نكملوا هاد لا بارتي ديال لا شارج. لا بارتي ديال لا شارج هي واحد لا بارتي اللي سهله بزاف. كتقول لك لا شارج لا بارتي نيميرو 5 لا شارج دلاتون. كيفاش كنلقاو لا شارج دلاتون؟ تو سامبلومون لا شارج دلاتون شنو هي؟ لا شارج دلاتون هي انك كتعرف بانه لاتون كاين وسط منها قلنا دي بروتون لا شارج ديالهم بوزيتيف وكاين برا منها دي زيليكترون لا شارج ديالهم نيجاتيف. دونك انا لو بغيت لا شارج دلاتون كلها لا شارج دلاتون هي لا شارج ديال النوايو بلس لا شارج ديال الالكترون. لا شارج ديال النوايو شنو هي؟ لا شارج ديال النوايو تو سامبلومون هي بلس زد فوا او. كتشد حيت النوايو كي دايره لي بروتون ديالها موجبين كتبقى عاقل على هاد لا غولاسيون ديما كدير العدد البروتونات كتضربهم في او. شنو هو او تو سامبلومون؟ هي واحد ثابته كتسمى بلا شارج اليمونتير. لا شارج اليمونتير واحد ثابته ما كتبدلش لا شارج اليمونتير. كيعطيوها لكم في التمارين بحال مثلا هاد التمرين اللي خدامين فيه حنا نيت راه عاطينا لا شارج اليمونتير في الاول ديال السلسله هي 1.6 1.6 فوا 10 لا بويسونس موان 19 كولوم. ما كتبدلش هي ثابته ما كتبدلش لينا. هذه هي لا شارج ديال النوايو. الا بغيت انا لا شارج ديال لي زيليكترون قلنا لي زيليكترون على برا كي دايره لا شارج ديالهم سالبه وعندهم نيت نفس العدد ديال البروتون يعني غاش غيكونوا غيكونوا هو ناقص زد او. دونك لا شارج ديال لاتوم كلها شنو هي؟ قلنا لا شارج ديال لاتوم هي نجمع انايا لي بروتون نجمع لا شارج ديال لي بروتون اللي هي شحال ديال النوايو هي زائد زد او مع ناقص زد او الحالة تساوي ليا صفر. دونك كنقولوا لاتوم تو سامبلومون اي نوتر يعني محايدة ما عندهاش شحنة. هادشي اللي كاين عندنا بالنسبة لاشارج ديال الاتوم ديالنا. نحاولوا نطبقوا دابا هادشي اللي عندنا في التمرين. قال لي كالكيلي لاشارج الكتريك دي نوايو الشحنة ديال النواة. نرجع الكور ديالي شنو شحنة النواة؟ هي بلوس زد فوا او. دونك غادي نكتب لي انايا اون سي كو La charge des noyaux égale à quoi? Égale à plus Z fois E. Chaque fois que vous avez Z, vous avez 25 fois la charge élémentaire liée à 1.6 1.6 fois 10 à la puissance moins 19. Et vous avez le colombe, la valeur fois 10 à la puissance moins 18. الوحدة غادا تكون كولومب لأن هذا ما عندوش وحدة وهذا عنده الوحدة ديالو هي الكولومب غتخرج لينا بالكولومب. أنا درت السؤال نيميغو 2 باس لكيستيون نيميغو 3 كالكولي لا ماس دي نوايو أتوميك. حسب ليا لا ماس غادي النوايو وهنا غنمشيو لياش الكور ديالنا لا بارتي نيميغو 4. قلنا في الكور بأنه لا شارج دي نوايو هي زيد ان بي بلس ان ام ان ولا شارج دلاتون كتزيد عليها لا ماس دلاتون كتزيد عليها لا ماس ديال لي زيليكترون. حنا بغينا دابا غير لا ماس ديال نوايو. لا ماس ديال نوايو تو سامبلومون هي زيد ان بي بلس ان ام ان. غادي نكتبها لهنا نقول لي تو سامبلومون اون سي كو نعلم ان باغي نحسب انا لا ماس ديال نوايو نقول لي اون سي كو اون سي كو ان ديال نوايو هي شنو؟ هي زيد ان بي بلس ان في ام ان. مزيان غادي نعوض هاد الزيد هادي بشحال عندنا في التمرين؟ عندنا زيد في التمرين هي 25 فوا ام بي و ام بي عندي انايا في التمرين هاي راه عاطي لنا هما ام بي تكون عاطي لنا في التمرين هما عاطينا لا ماس دي بروتون هي 1.673 فوا 10 لا بويسونس موان 27 هي بالكيلوغرام. عاوتاني بلوس شنو؟ بلوس ان شحال هي ان عدد ديال النوترونات في هاد لاتوم هادي هي 17 فوا شحال هنا عندي عاوتاني عندي لا ماس ديال النوترون هي 1.675 فوا 10 لا بويسونس موان 27 غير تخرج هي كلها الوحده بالكيلوغرام. غادي نكالكيلو هاد الحساب هذا هنايا 60 10.3 فوا 10 على بويسونس موان 27. دونك انا حسبت هنايا لا ماس ديال نوايو اتومي. قال لي كالكولي لا ماس دو لاتوم كلها. دابا انا يلاه حسبت لا ماس ديال نوايو هي اللي كنت شرحت لكم في الكور قلت لكم بان لا ماس ديال نوايو هي زيد ان بي بلس ان ام ان ولكن الا بغيتي لا ماس ديال لاتوم خاصك تزيد عليها لا ماس ديال لي زيليكترون. دونك شتي كي غنكتب لي انا الجواب ديال لي كيستيون نيميرو 4 غنقول لي 4
اون فو كالكولي لا ماس ديال لاطوم دابا هي شنو؟ هي لا ماس ديال النوايو بلا ما نعاود نحسب داكشي ا زيرو بلس لا ماس ديال لي زيليكترون. يعني انا ما غنعاودش نمشي نحسب كلشي ا زيرو، غنقول ليه هي لا ماس ديال النوايو. شنو هي لا ماس ديال لي زيليكترون اللي درنا؟ غادي نقول ليه هي بلس زد فوا ام او، غنقول ليه بلس زد شحال هي زد بلس زد فوا لا ماس ديال ان الكترون. غادي نعوض كل حاجه بلا فالور ديالها. حسبنا لا ماس ديال النوايو هي 60 10.3 فوا 10 لا بويسونس موان 27 بلس زد ديال النوايو ديالنا شحال 25 فوا لا ماس ديال الكترون هي 9. ها هي عندنا في ليكزارسيس 9.1 فوا 10 لا بويسونس موان 31 31. حنا درناه هنايا، غادي نحسب كلشي وغادي يخرج ليا لا فالور قيمه ديال 60 3 2 فوا 10 لا بويسونس موان 27 كيلوغرام. انا حسبتها، لاحظ بانه قال كونكليير اول حاجه، اخر حاجه قال كونكليير. اش تستنتج لي نتايا تو سامبلومون؟ علاش قال لك هو اصلا كونكليير؟ باش تفكر واحد العلاقه، لاحظ معايا لا ماس ديال لاطوم ولا ماس ديال النوايو زيد هاد 0.02 في 10 اس ناقص باش، يعني 0.0000 يعني ماشي شي حاجه نيت. نقول لا ماس ديال لاطوم ايغالا بريسكمون لا ماس ديال النوايو ديالها. وهادشي علاش كنت قلت لكم في الكور الاستاذ تيقول لك برهن لي على هاد العلاقه هادي اللي كنا درنا في لابارتي نيميرو 1 تكبي لي انا لا ماس داتوم هي لا ماس ديال النوايون ديالها، يعني كنيليمينيو لا ماس ديال لي زيليكترون ديالها. هادشي اللي كاين بالنسبه ليكزارس نيميرو 1. فقنا ليكزارس نيميرو 2 او 3 غادي نديرهم ان شاء الله في لابارتي نيميرو 3. بون كوراج ا توس، الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم. مرحبا بالانتقادات ديالكم، الافكار ديالكم، خليو لي الاسئله ديالكم في لي كومونتير. بون كوراج ا توس.